بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما أنجزنا توزيع مساعدات للنازحين الجدد من بلدات القلمون في مخيم آخر، نحن الآن أمام مخيم غرس، مخيم الرحمة رقم واحد، مخيم غرس الرحمة. المخيم ممتلئ عن بكرة أبيه، 100 خيمة في 100 عائلة، حتى أنه وصل الأمر هذا المصلى اللي احنا عاملينه للمسجد في بقلبه عائلات، في تقريبا 4 أو 5 عائلات دائما بقلبهم فيه، لأنه صار في اكتظاظ بموضوع السكن. نحن الآن وصلنا إلى المخيم، معنا الفرش والطرود الغذائية، يعني بدنا نبلش نوزع فيهم إن شاء الله تعالى بهذا المخيم بمساعدة الشباب، لجنة المخيم. أخونا اسمه كريم نادر مهدي، أخونا مهدي هو تقريبا المسؤول اللجنة في هذا المخيم، مخيم غرس الرحمة. بإذن الله حنبدأ الآن بالتوزيع.